إذا وصلت كتلتكم إلى الحكم، كيف ستعملون على خفض نسب الفقر ومعالجة الأزمات الاقتصادية وتنويع الإيرادات كي لا تقتصر فقط على النفط؟ سيد سرمد البياتي، معك دقيقتان، تفضل. زعيم التحالف يعني الشيخ يعني تاجر ناجح هذه الظروف. طيب، يعني لدينا مشكلة في الصوت سيد سرمد، لضمان أن نعطيك حق يعني حق الحديث ننتقل إلى السيد عباس الياسري ونعود عندما يعني يتم تصليح الصوت. سيد عباس الياسري، نفس السؤال، تفضل بالإجابة لو سمحت. شكرا أستاذ علي، تحية لحضرتك وللزملاء الأفاضل. بالنسبة للملف الاقتصادي من أهم الملفات في العراق وبحاجة إلى معالجات جذرية. دولة القانون وضعت في الاعتبار النهوض بهذا القطاع وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، وهنالك مجالات عديدة تم إهمالها في الفترة السابقة، لا سيما وخلال تولي سيد المالكي لفترة الرئاسة الأولى والثانية. طرح مبادرات عديدة من المبادرة الزراعية والصناعية، وكانت تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بالنسبة للشعب العراقي، لكن تم إهمالها. إضافة إلى السيطرة على موارد الدولة الأخرى من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية وعلى الضرائب وغيرها من المنافذ، وفتح البيئة الاستثمارية للعراق بشكل أكثر يسر وتوفير البيئة الآمنة لهذه الاستثمارات. وضعت دولة القانون في الاعتبار أن هذه الأشياء لن تسير بشكل تنفيذي فقط ما لم تدعم بتشريعات برلمانية تكون ملزمة لأي حكومة قادمة لجعل الوضع الاقتصادي والقطاع الزراعي والصناعي وغيرها من القطاعات ثابتة ومستقرة وغير قابلة للتلاعب حسب أهواء الحكومات المتعاقبة. وبالتالي كانت هنالك مجموعة من مشاريع القوانين تم الإعداد لها مبكرا، وكذلك مشاريع على المستوى التنفيذي، وتم أيضا الاهتمام بعنصر الشباب وتوفير الفرص الاستثمارية للشباب بشكل عام وفرص العمل والقضاء على البطالة، لا سيما وأنه قبل 2014 نسبة البطالة والفقر وصلت إلى 13%، ولكن نعم. الآن مع الأسف ارتفعت إلى أكثر من 30%، وهذه لها مسببات كثيرة تم معالجتها وأخذ الظروف بعين الاعتبار المحيطة بالعراق والاقتصاد العراقي. سيد شيركو، تفضل بالرد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التنمية الاقتصادية أو معالجة مشكلة الفقر والبطالة في الاقتصاد العراقي يعني مشكلة كبيرة. أهم المحاور أو محاور المعالجة في نظرنا تقتصر على استراتيجيات واضحة للتنمية الاقتصادية، من أهمها مكافحة الفساد. الفساد المستشري في مفاصل الحكم في العراق، وما أدى إلى ضياع كمثال يعني أكثر من 300 مليار دولار من المال العام في صفقات وهمية إلى إحدى الدول المجاورة. مثل هذه الأوراق في الفساد بالتأكيد يعني تكون ضربات قاسمة للاقتصاد العراقي، وولدت هذه الكميات الكبيرة من الفقر والمعدلات الفقر والبطالة والتضخم وما إلى ذلك. فمكافحة الفساد يجب أن تكون من أولويات خطط المعالجة. ثانيا، تنمية القطاع الخاص مع ترشيق الحكومة ومؤسسات الحكومة وجعلها حكومة مسؤولة وشفافة، يجب التحول نحو القطاع الخاص ووضع قانون العمل بشكل أنه تكون فيها امتيازات كما موجودة في القطاع العام، أن تكون القطاع الخاص فيها امتيازات، وتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل في القطاع الخاص وتنظيم الاستثمار بشكل أفضل وحمايتها من الفساد وإجراء إصلاحات في المنظومة المالية العراقية، يعني هذه تعتبر أولويات الإصلاح نحو التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر في
في العراق من منظورين. السيد خالد تفضل بالرد. تحية طيبة لك أستاذنا العزيز ولمشاهدي قناة الحرة ولضيوفك الكرام. في الحقيقة من وجهة نظر حركة نازل أخذ حق الديمقراطية وبوصفها حركة شبابية ناشئة تمثل تطلعات الشارع اليوم، نعتقد أن الفساد مستشري بشكل كبير في القطاع الاقتصادي، هناك أموال منهوبة، كل ذلك بحاجة إلى معالجة قادة وساسة حكموا العراق لمدة 18 عاما وبددوا موارد البلد الاقتصادية، هذه في الخطوة الأولى. في الخطوة الثانية نحن بحاجة إلى تفعيل قوانين العمل والسكن. قانون العمل وخصوصا في القطاع الخاص يعاني منه اليوم جميع العاملين في العراق ضمن القطاع الخاص من عدم وجود متابعة وتنفيذ لآلية قانون العمل، هذه من جهة. بخصوص قطاع السكن في العراق، قطاع السكن بالأساس يعتمد على الاستثمار وآلية الاستثمار التي تعاني من مشاكل كبيرة في ظل غياب واضح لشركات القطاع المختلط أو حتى القطاع العام أو الشركات الحكومية، كل ذلك من الممكن أن يوفر فرص عمل. إضافة إلى أن جميع المؤسسات الاقتصادية العراقية سواء كانت في القطاع الخاص أو حتى في الحكومي تعاني من بيروقراطية وروتين كبير جدا. نحن بحاجة إلى أن نواكب التطور، بحاجة إلى أن نواكب طموح الشباب العراقي في وجود فرص عمل كبيرة. جامعاتنا تخرج، جامعاتنا في كل عام تطرح الكثير من الاختصاصات العلمية النادرة والاختصاصات العلمية القادرة على أن تقدم للمجتمع شيء، ولكن لا يوجد فرص عمل توالم ذلك. لذلك نجد هناك مهندس في تخصص معين ولكن بكل أسف يعمل في بائع محل بسيط أو يعمل في مهنة لا تناسب تخصصه، كل ذلك بحاجة إلى رؤية اقتصادية وتخطيط وأهداف واضحة في ظل وهذه للأسف حاليا غائبة. ونرجع للتأكيد أن هناك 18 عام من الفساد والخراب كان هذا هو السبب الذي أوصلنا إلى هذا الحل. أشكرك.